عرض وجودي معكم في هذه الندوة الصحفية التي سأتشرف فيها بتقديم أسماء باردة وبدنة في مجتمعنا. كل مقابلة تلك الحرية بخطرة مهمة في مسار الديمقراطية المغرب، في مسار التكنولوجي، في مسار الهندسة المغربية. المغرب انطلق من الجامعة مشي من القطاع الخاص القطاع الخاص. لطفي بناني مهندس وخبير في تصميم المدن التكية ومدير عام للمكتب الدراسات والهندسة. اليوم كنحتفلوا عن طريق الندوة الصحفية إعلان عن فعاليات المعرض الأول البيداغوجي للمدن التكية على المستوى الإفريقي ما بين في شهر مارس ما بين 15 و17. الهدف من هذا المعرض هو خلق جسور ما بين الفاعلين السياسيين عن طريق عمداء المدن ورؤساء الجهات من جهة، من جهة ثانية ما بين كذلك مكاتب الدراسات ومهندسين معماريين وصناع الحلول. وهذا المعرض سوف يكون لأول مرة كمعرض مدينة تكية صغيرة لها يكون فيها جميع التكنولوجيات الحديثة في أربع ميادين: اقتصاد في مجال الطاقة، ترشيد الموارد المائية، والبيئة المستدامة، والمواصلات، كذلك النقل الحضري الذكي اللي غادي نعرضوا فيه جميع التكنولوجيات الحديثة عن طريق المراقب الذكية. هذا المعرض غادي يكون كذلك عن طريق الندوات اللي غادي نطرحوا فيه جميع المواضيع اللي غادي نتناولوا فيه، مثلا الأمن والسلامة في خدمة المواطن، نتناولوا كذلك الطاقة الكهربائية واقتصاد في مجال الطاقة عن طريق عرض الطاقة المتجددة، وكذلك النفايات، معالجة النفايات الدائمة، وكذلك السق الأوتوماتيكي عن طريق المساحة الخضراء. نحاولوا نديروا فيها حلول باش نقتصدوا في مجال الماء، وكذلك غادي نطرحوا مواضيع كتهم المدن الجديدة الخضراء. غنذكروا مثلا منطقة زداتا، غنذكروا مثلا المدن في البنقرير اللي هما هادو المدن اللي هما السير المفعول. وبالموازاة في هذا المعرض غادي ننظموا أول مسابقة على الصعيد الوطني والإفريقي اللي غادي يتناولوا فيه المواضيع هذو الأربعة اللي ذكرت لفائدة الطلبة الخريجين والشركات الناشئة وكذلك الفاعلين كذلك الاقتصاديين اللي غادي يوضعوا حلول ناجعة في هذا الميدان ديال المدن التكية. وغادي يكون هناك جوائز قيمة اللي غادي نعطيوها لهم في التدشين ديال هذا المعرض. تاريخ المعرض؟ المعرض سوف يقام في شهر مارس ما بين 15 و17. غادي نرفعوا في الأخير التوصيات من هذا المؤتمر اللي غادي نوضعوها الجهات العليا اللي غادي تخدم في هذا المجال. وهذا المعرض غادي يكون تحت شعار اللي هو الهندسة المغربية في خدمة المدن التكية. من خلاله غادي نقولوا بأن عندنا خبراء مغاربة اللي هما خصهم يصايبوا المدن ديالهم بدون استعانة بخبراء أجانب. والحمد لله راه عندنا مكاتب دراسه استجابوا للنداء وغادي يكونوا مجندين في هذا المعرض، وكذلك مهندسين معماريين اللي غادي تاهما عندهم رؤيه شامله حول التهيئه الحضريه للمدن، وغادي نخدموا يد في يد. والنداء ديالنا هما خاصو يكون عندنا رؤساء جهات يجيو مكتفين، وكذلك خاصهم يجيو العمداء ورؤساء الجامعات اللي هما اللي كيسيروا المدن وكيسيروا لي كارتي يجيو يستافدوا من خبرات المغاربه. ومتوخات من هذا المعرض هو استجابه لصاحب الجلاله محمد السادس اللي هو كيعطينا الرؤيه ديالو حول الجهوي المستعه، هذا داخل في هذا النطاق، ورؤيه ديالو في النموذج التنموي الجديد.
باش نوضعوا المغرب نسميه سمارت موروكو، يعني المغرب الذكي. هذا هو شعار اللي كنوضعوه باش مستقبلا نسميه المغرب الذكي. ريفي منير مدير مدينة الابتكار ونقل التكنولوجيا جامعة الحسن الثاني للدار البيضاء. هذه المدينة الدور ديالها الرئيسي هو نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الصناعية ديال منطقة الدار البيضاء عامة، والشراكة اللي عندنا مع مكتب دراسات إنوفاتيل إنجينيرين جات في إطار واحد البارتنارية اللي عندنا معهم في ان بروجي دو سمارت باركينغ. في الأول كان تنحصر في هذا المشروع خاصة بسمارت باركينغ، ولكن من بعد شفنا بأن مدينة الدار البيضاء كلها عطلة على تكميل في توسكية انتليجون. دونك الحلول الذكية فوالا سي سا سي المنظومة الذكية. دونك بحكم دونك أول مدينة مغربية اقتصادية وصناعية دونك خاصها تكون في الإيماج ديال هاد المستوى ديالها من ناحية الذكاء الاصطناعي والذكاء العام مثلا. إذا التقينا باش ننظموا هذا الملتقى اللي يكون إن شاء الله نهار 15 16 17 مارس 2023. في هذا الملتقى غادي يكونوا عروض ديال المؤسسات الصناعية المغربية أولا وعالمية اللي كيخدموا في هذا المجال ديال المدن الذكية. إذا غادي يعرضوا المنتوجات ديالهم وغادي يكونوا أو مان تو غادي يكون معاهم المقررين السياسيين ديال رؤساء الجماعات رؤساء المسؤولين باش يقرروا اللي سيوافقهم كل واحد على حسب المدينة ديالو حسب الجماعة ديالو. وهذا الملتقى غادي يكون منظم في إطار إفريقي ماشي مغربي، ما محدودش للمغرب، وإن غادي يكون إفريقيا كلها إن شاء الله. غادي يكون معنا شركاء من السنغال من مالي من كوت ديفوار كاميرون اللي غادي يشاركوا حتى هما باش يشوفوا المغرب علاش قادر في التكنولوجيا الذكيه.